يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة اليوم مهمة جدا كالعادة، كل حلقات الترند بتبقى مهمة لأن بيبقى دايما عندنا كلام كتير جدا في مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد العالمي الصعيد المحلي. وزي ما انتم عارفين قبل كل ده طبعا كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخبار وتفاصيله هتكون معانا على مدار فقرات حلقة الترند النهاردة. عندنا كمان كلام مهم ومداخلات مهمة جدا في إحدى فقرات البرنامج هنتكلم فيها ومع جمهور النادي الأهلي كمان، لأنه أمر غاية في الأهمية. والأهم دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، تقدروا تتواصلوا من خلال كمان صفحات المختلفة لقناة النادي الأهلي على السوشيال ميديا. وبصراحة السؤال صعب قوي النهاردة، قوي قوي يعني اللي هو بعد مرور عامين من انضمام أفشة للنادي الأهلي، إيه هو أحلى هدف أو أجمل هدف أحرزه أفشة مع النادي الأهلي؟ هو السؤال صعب شوية أنا عارف، بس هو في أهداف مهمة وأهداف جميلة. هو بصراحة جاب أهداف كتير مع النادي الأهلي، في منها المهمة قوي قوي، وفي منها الهدف الجمالي اللي فيه مهارة وفي لمحة فنية مميزة. فهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقات الترند، لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة دجلة، ووصول سداسي الأهلي من طوكيو، حمد لله على السلامة. أما في الترند الأولمبي: اعتزال سمر حمزة بطلة المصارعة. طيب قبل كل شيء النهاردة عيد ميلاد واحد من أساطير النادي الأهلي، هو مش أي واحد بصراحة، هو شخصية حفرت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي، سواء كلاعب كإداري كرئيس نادي، وهو الكابتن حسن حمدي. هذه الشخصية الأسطورية والمرتبط بها جدا جدا جمهور النادي الأهلي، واللي على يده النادي الأهلي شهد العديد والعديد من الطفرات على مختلف الأصعدة، سواء الصعيد الإنشائي الصعيد الاجتماعي أو حتى الرياضي، وده كان ملموس بشكل كبير جدا. شفنا جيل كان ذهبي في عهد الكابتن حسن حمدي، شفنا بطولات وإنجازات غير طبيعية في عهد الكابتن حسن حمدي. النهاردة عيد ميلاده، بنقول له كل سنة وحضرتك طيب ودايما بصحة وسلامة وسعادة دائما يا رب، وعبال كده مليون سنة وانت أهلاوي، مليون سنة وانت شخصية مؤثرة ومرتبطة بها جمهور النادي الأهلي وفي قلوب كمان كل جماهير النادي الأهلي. كل سنة وكابتن حسن حمدي طيب وبألف صحة وخير. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل كل التفاصيل. استنوا، اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي بيستأنف تدريباته النهارده استعدادا لاحدى المباريات الهامه جدا جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري، بل بعتبرها هي مباراه فاصله لاعتبارات مهمه جدا. اول حاجه مباراه وادي دجله اللي هتكون بعد بكره ان شاء الله، تكسبها تبقى الاول، تكسب الماتش ده تاخد الثلاث نقط باذن الله تعالى تبقى اول الجدول. عشان كده المباراه دي مهمه، احنا عايزين الخطوه بتاعت بس انك تبقى الاول، هي الخطوه دي، عارفين الخطوه اللي انت ايه، توصل للقمه، بعد كده اللي جاي ان شاء الله باذن الله هيكون في ايدك بقى، اللي جاي انت تقدر تتحكم فيه، تقدر تكون يعني تكسب وتوصل للي انت عايزه، ويبقى عندك اريحيه نسبيه بخصوص مركزك في بطوله الدوري. لكن في نفس الوقت هيبقى عليك ضغط، الاهلي بيعرف يتعامل مع الضغط، مفيش مشكله. الضغط بالنسبه لنا كويس جدا، بالمناسبه دي كانت لقطات من مران الاهلي في هذه اللحظات على الهواء مباشره واستئناف التدريبات يعني. فهي دي النقطه المهمه قوي في مباراه وادي دجله. ماتش كمان على المستوى الفني هو ماتش صعب، ماتش صعب جدا. فريق وادي دجلة عنده يعني ايه بعض الظروف اللي بتتمثل في محاربته على البقاء في بطولة الدوري، فريق محترم عنده لعيبة جيدة، فدايما مباريات وادي دجلة بتبقى صعبة شوية ورخمة كده شوية. فمهم قوي ان انت الماتش ده تعديه، وبعد كده السبع ماتشات
اللي بعديه حسبة تانية بقى، حسبة تانية خالص. إن شاء الله الأهلي قدها، اللعيبة رجالة بعد الأجازة اللي خدوها دي والراحة النسبية الجيدة بالنسبة للفرقة. إن شاء الله كمان الجهاز الفني يكون في قمة التركيز، وإحنا عارفين مدى إدراك عناصر الفريق الأول بشكل كامل بمدى أهمية هذه المرحلة وهذه المهمة اللي بينتظرها وبيترقبها كل جماهير الكرة المصرية بشكل عام، ده طبيعي بحكم المنافسة مع نادي الزمالك، وجمهور النادي الأهلي بشكل خاص، لأن هو بيغير جدا، جمهور الأهلي بيغير جدا على بطولته المفضلة اللي هي بطولة الدوري، مش عايزها تروح منه، مش عايز يخسرها. فهناخد الموضوع واحدة واحدة، سيبك بقى من أي كلام تاني بيتقال في أي حاجة تانية في أي حتة، مش هنشتت نفسنا، هنركز بس إزاي نبقى حوالين الفرقة دي، إزاي نبقى بنتكلم بس على الأهلي ومنافسة على الدوري، إزاي نشجع اللعيبة دي، هي دي المرحلة الأهم بالنسبة لنا، وهو ده الهدف الأسمى بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، وهو الحفاظ على بطولة الدوري عشان تبقى البطولة رقم 43 في تاريخ النادي. فانسى أي حاجة وركز بس في البطولة دي، وركز في الماتشات اللي جاية، الثمان ماتشات اللي جايين دول ركز فيهم. أول ماتش دجلة نعديه على خير بإذن الله، بإذن الله، وبعد كده حسابات بقى، كل مباراة ليها حساباتها في سبع مباريات المتبقية، والزمالك برضه هيكون عنده سبع مباريات، فالمنافسة قوية. وبالمناسبة لما يكون في منافسة قوية كده الدوري بيبقى ليه طعم، لما بإذن الله تفوز بيه بيبقى فيه إثارة، حاجة احنا بنتمناها دايما في الكرة المصرية، حاجة بتبقى إيجابية في كل النواحي يعني. لكن إن شاء الله التوفيق يكون حليف نادينا بإذن الله النادي الأهلي، واثقين جدا في اللعيبة والجهاز الفني. بس في حاجة صغيرة قد كده، حاجة صغيرة قد كده، بس حاجة صغيرة جدا، وهو طلب، وأنا عندي ثقة كبيرة في المسؤولين في اتحاد الكورة ولجنة الحكام، ناس بيجتهدوا بيشتغلوا وربنا يا رب يوفقهم، كامل الاحترام ليهم. الحاجة الصغيرة اللي قد كده احنا بنطلب منهم بس العدالة التحكيمية. شايف هو هما كلمتين بساط قوي بس مهمين جدا، مهمين أهمية مش قادر أقول لك في الماتشات الفاصلة اللي جاية دي كلها. بعد إذن حضراتكم وكامل الثقة طبعا في قراراتكم، ما فيش أي مشكلة، بس حاولوا تنطقوا الحكام الأحق بإدارة مباريات الأهلي والزمالك. مش عايزين حد يبقى معانا ولا حد يبقى علينا، احنا عايزين عدالة بس، يبقى في عدل وحكام مركزين وحكام دوليين في الماتشات دي. ما تجيش يعني هتبقى صعبة شوية لو جيت حطيت مثلا الأهلي حكم لسه ما عندوش الخبرات الكافية، حكم يكون مهزوز شوية كلام، لا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين حكام تقال، عندنا بعض الحكام المميزين، لكن في نفس الوقت اختار الناس اللي تقدر تتحكم في مثل هذه المباريات الفاصلة بالنسبة للفرقتين، واللي يكون عندهم قرارات تحكيمية عادلة دون النظر لأي نتائج أو أي حسابات أخرى. بس هو طلب بسيط جدا، وعندنا ثقة كبيرة جدا في كل المسؤولين. نطمن بشكل أكبر على استئناف التدريبات من خلال زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناة النادي الأهلي والمتواجد حاليا في استاد مختار التتش أثناء انطلاق مران النادي الأهلي الأول استعدادا لمباراة وادي دجلة. يا توفيق مساء الفل عليك. مساء الخير يا أمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي الترند في كل مكان. أهلا بك توفيق، منور، وعايزين نطمن من خلالك على كل الاستعدادات وكيف يتأهب ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة وادي دجلة، وبعض النقاط كمان اللي هسألك عليها. بس طمنا الأول في البداية على حالة كمان اللاعبين في المران الأول. بالتأكيد أمير، يمكن مرحلة صعبة جدا مقبلين عليها، أجازة ثلاث أيام بعد مباراة أسوان والانتهاء بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. يمكن على طول يمكن مستر موسيماني قرر منح اللاعبين أجازة ثلاث أيام، يعني ده كان في حالة الاستعداد لمباريات الدوري اللي كان لسه ما أعلنش الجدول بتاعها. طبعا زي ما حضرتك عارف وكل الناس عارفين ان جدول الدوري تم اعلان على طول ان اول مباراه وادي دجله، المباراه المواجهه الاسبوع 22 هتبقى الاربعاء على طول، لكن كان خلاص اللاعبين في اجازات ومعظمهم سافر، فالفريق اعاد النهارده يعني زي ما بقول لك ده التدريب الاول بعد الاجازه والتدريب الاساسي كمان لمباراه وادي دجله، وطبعا ده يعني حاجه في منتهى الصعوبه. يمكن اعتقد الاجازه كانت يعني فرصه للاعبين لالتقاط الانفاس، يعني زي ما كان دايما بيقول معلقنا الكبير كابتن ميمي الشربيني 90 دقيقه اشغال كرويه، لا ده انت داخل على 25 يوم اشغال كرويه شاقه ابتداء من النهارده 2 اغسطس. كان معلق جامد جدا، ويعني ربنا يديله الصحه طبعا، لكن لازم احنا نستمتع بيه يعني.
طبعا. فزي ما بقول لك بقى مش 90 دقيقه اشغال كرويه، انت داخل على 25 يوم اشغال كرويه شاقه. يعني النهارده 2 اغسطس بدايه اول تمرين لغايه يوم 27، انت بتتكلم في 8 مباريات، ومش 8 مباريات عاديه زي ما كنت بتتكلم يا امير، انت بتتكلم في 8 مباريات، وهي 8 خطوات بتوصلك للقب غالي، وهو لقب الدوري مجهود سنه كامله. يعني يمكن بقيه الانديه، بتكلم على كل انديه الدوري، بمجرد اعلان الدوري سمعنا ناس كثيره بتشتكي من ضغط المباريات، ان هم لعبوا 7 مباريات فقط في الفتره الجايه. فما بالك بقى النادي الاهلي من بدايه الموسم تقريبا بيلعب بشكل يعني كل 72 ساعه مباراه، وساعات كمان كل 48 ساعه مباراه. فاعتقد يعني اداء يعني هيبقى المباريات هتبقى صعبه جدا الفتره اللي فاتت، خاصه في ظل الاجهاد اللي لعبنا. كان اعتقد ان كان قرار مميز من مستر الموسيماني بمنح اللاعبين اجازه 3 ايام. الفريق يمكن بدا التوافد اللاعبين من الساعه 4، الساعه 5 مع بدايه البرنامج على طول اللاعبين نزلوا ارض الملعب. كان مستر الموسيماني عقد جلسه مطوله مع اللاعبين ومحاضره فنيه في ارض الملعب، اتكلم فيها عن الاستعداد للمرحله الجايه واهميه المرحله الجايه، خاصه زي ما اتكلمنا في ظل ضغط المباريات، وان انت ما عندكش رفاهيه الوقت ولا رفاهيه كمان النتائج. انت عندك حل واحد بس، هو الفوز في السماء المباريات عشان تصفر بلقب الدوري. يمكن كمان معظم اللاعبين موجودين في التدريب النهارده الحمد لله، ما فيش اي غيابات باستثناء كابتن وليد سليمان اللي موجود برده في الملعب بيؤدي التدريبات الاستشفائيه، يعني في الجزء الاخير من التدريبات الاستشفائيه. لاعبي المنتخب الاولمبي طبعا يعني لسه واصلين النهارده فجرا، مش موجودين في المران. اتكلمت مع كابتن سيد قبل المران وقلت له موقف اللاعبين المنتخب الاولمبي، قال لي هنقعد بعد التمرين ان شاء الله مع كابتن موسيماني وهنقرر مده الاجازه اللي منحها اللاعبين. طبعا انت عارف اللاعبين جايين من اجهاد، كانوا برده بيلعبوا كل يومين او 3 مباراه، وكمان هم لسه واصلين النهارده الفجر. يعني هم لسه واصلين النهارده الفجر يا توفيق، فبالتالي يعني هل في فرص بخصوص لحقهم بالمباراه، ولا الموضوع هيبقى صعب شويه لان كان في ماتشات ورا بعض بيلعبوها هناك لم يوفقوا، جهات كمان السفر رحله طويله جدا من طوكيو للقاهره، فايه الاقرب بالنسبه للسداسي ده؟ هو الكلام الرسمي اللي خارج من الكابتن سيد عبد الحفيظ ان لسه مستر موسيماني هيقرر الاجازه قد ايه، لكن اللي انا شايفه من تواجد هنا في الملعب ان هم في استحاله بالحكم بمباراه وادي دجله. انت بتتكلم زي ما انت قلت الفريق واصل فجر النهارده، انت بتتكلم الفريق برده جاي من اجهاد ومباراه متتاليه، على الاقل هيبقى في من اجازه هيبقوا خارج مباراه وادي دجله، خاصه ان احنا بنتكلم في فرق 7 ساعات. يعني اللاعبين من المباراه هنا تبقى الساعه 9 ده في عز ما اللعيبه كان بيبقى ميعاد نومهم هناك في اليابان، يعني ده كان المواعيد بتاعه المباراه هنا هي نفس مواعيد نومهم في اليابان، فمش هيبقى في طبعا يعني القدرات تعرف عليها مش هيقدروا اللاعبين يوصلوا، خاصه كمان هم جايين من اجهاد وزي ما انت قلت رحله طيران وترانزيت في المانيا. فاعتقد فرص لحق السداسي بمباراه وادي دجله هتبقى مستحيله، لكن اعتقد ان شاء الله هيبدا دخولهم على طول من بعد مباراه وادي دجله، وان شاء الله يعني خلال البرنامج برده نتكلم مع كابتن سعد حفيظ تاني ونعرف مده الاجازه بالظبط اللي هياخدها اللاعبين بالظبط. واي جديد في الجزئيه دي بالتحديد يا توفيق ابعت لنا على طول وقول لنا، لان ده امر مهم جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. السؤال برده الاهم هو فيما يتعلق بالاصابات والغيابات، وجمهور الاهلي عايز يطمن على مدى جاهزيه كل عناصر الفريق قبل مرحله صعبه ومهمه وحاسمه زي المرحله المقبله. بالتالي انا عايز اسالك على وليد سليمان موقفه ايه، محمد محمود وكريم نيدفيد مدى جاهزيتهم لخوض المباريات، الامور ايه بالنسبه لك؟ نبدا بكابتن وليد سليمان. يمكن كابتن وليد سليمان ادى البرنامج بشكل اكثر من رائع المرحله الاولى، وخلاص هو في ختام المرحله الثانيه، اسبوع بالكثير ان شاء الله. يمكن كابتن وليد لسه معدي من ورا حالا ورا الكاميرا دلوقتي بيجري التدريبات الاستشفائيه، هو خلاص في المرحله الاخيره ان شاء الله، يعني اسبوع بالكثير يبقى تحت امر الجهاز الفني ويكون لائق من الناحيه الطبيه لدخول التدريبات الجماعيه مع الفريق. بالنسبه لكريم نيدفيد ومحمد محمود فهم بالفعل بقى لهم فتره بيادوا تمريناتهم مع الفريق بشكل جماعي وبيشاركوا في التقسيمه وبشكل تام في التدريبات، يمكن كان اخر كلام لينا مع الدكتور احمد ابو عبله الاسبوع الماضي ان هم من الناحيه الطبيه لائقين تماما، وتبقى بس المشاركه الفنيه ده امر متروك لمستر ميسيو موسيماني المدير الفني للفريق. رامي ربيعه كمان يمكن كان في بس خبطه خدها الماتش اللي فات، لكن لا هو بيادي التمرين النهارده بشكل اكثر سليم تماما، والنهارده موجود بشكل طبيعي جدا مع الفريق، والحمد لله يا رب يديمها علينا نعمه وما يكونش فيه اي اصابات في الفريق. والفتره الجايه كمان كابتن وليد سليمان عنصر من عناصر الخبره المهمه يكون موجود مع الفريق ان شاء الله في المرحله المهمه من عمر الدوري، وان شاء الله كمان يعني عوده الشناوي واكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر واحمد رمضان بيكم تكون كمان اضافه قويه، خاصه ان احنا بنتكلم يا امير ان خلال يعني 25 يوم هتلعب 8 مباريات، محتاج لكل عناصر الفريق طبعاً. انك بالطبع هيبقى في لازم يكون في روتيشن او تدوير بين اللاعبين عشان تقدر تكمل، في ظل كمان انك انت زي ما قلنا ما عندكش لا رفاهيه الوقت ولا رفاهيه النتائج. انت مطالب ب 24 نقطه الفوز في 8 مباريات، 8 خطوات نحو لقب سادس على التوالي باذن الله، وبطوله 43 من اغلى البطولات على جمهور النادي الاهلي وبطولته المحببه وهي الدوري العام.
باذن الله توفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الهامه جدا بخصوص استعدادات الاهلي او بدايه استعدادات الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي لمباراه وادي دجله وللمرحله الحاسمه الهامه جدا المقبله. زميلنا محمد توفيق مراسل قناه الاهلي كان معنا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش وطمنا من خلاله عن كل شيء. نتمنى كل التوفيق يا رب باذن الله للفرقه خلال المرحله اللي جايه، وان شاء الله الكل يكون جاهز، وان شاء الله باذن الله الكل يكون في حاله بدنيه وذهنيه وفنيه مناسبه جدا لهذه المرحله. هروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا تفاصيل اخرى هامه، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. في معايا في هذه اللحظات مداخله غايه في الاهميه مع واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين واللي يعني عملوا عدد كبير من المواسم المميزه مع النادي الاهلي واللي ساهم بشكل كبير جدا في عدد كبير من الالقاب والبطولات والاهداف الحاسمه في مختلف الالقاب بالنسبه للنادي الاهلي. وفي الحقيقه هو الموسم ده كمان عامل موسم اكثر من رائع واحد هدافي بطوله الدوري الممتاز. معايا في هذه اللحظات كابتن عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش. يا عمرو مساء الخير. يا امير مساء النور، ازيك؟ عامل ايه؟ اهلا بيك، اخبارك ايه؟ طبعا بمس عليك وبمس على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا عمرو، انت منورنا في قناه النادي الاهلي بيتك، ده امر مؤكد. لكن في كل الاحوال جمهور النادي الاهلي بيسال عن عمرو، وفي كلام كتير جدا الفتره اللي فاتت بخصوص عمرو جمال. احنا عايزين نعرف موقفك الفتره اللي جايه، الامور بالنسبه لك ماشيه ازاي، اهدافك ايه، مرتب اهدافك ازاي، وبتفكر ازاي في المرحلة المقبلة اللي هي هتكون بعد انتهاء مشوارك مع طلائع الجيش بنهاية هذا الموسم؟ والله يا امير، الاول طبعا الحمد لله الواحد عامل السنة دي موسم بجد موسم كويس الحمد لله طبعا. رب العالمين طبعا من خلال طبعا نادي طلائع الجيش والمنظومة العسكرية وكابتن عميد احمد المهدي وطبعا المدير الفني كابتن عبد الحميد البسيوني وكل الناس اللي موجودة في سواء لعيبه او هم اللي مساهمين ان الفرقه عموما وعمرو يظهر بالشكل ده، فطبعا بوجه لهم الشكر طبعا من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلالك. انا السنه دي يمكن انا اهدافي يعني عندي كان هدف واضح، كان ده طبعا ان انا امشي بشكل كويس وابقى واحد من الناس اللي ترجع المنتخب السنه دي، ولسه فاضل خمس ست ماتشات مهمين جدا في الدوري هنبتدي نستعدلهم من الماتش اللي جاي مع فريق طلائع الجيش. انا يعني كان كل تركيزي ان انا افنش الدوري بنفس المستوى، انت فاهم؟ طبعا. لكن يعني انا شايف ان في كلام كتير بيتقال طبعا وحاجات كتير بتحصل، فانا كنت حابب ان انا يوم ما اجي ادخل واوضح من عن طريقك. كويس. انا يمكن انا بقول لك ان انا هدفي السنه دي ان انا طبعا كان لي هدف كبير قوي ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. كويس. وده لو ما حصلش انا الاتجاه الداخلي والنفسي من جوايا ان انا شايف ان انا حسمت قراري بنسبه كبيره جدا ان انا الاتجاه كله ان انا ابقى حتى لو حصل يبقى اسمي موجود ومرتبط بالنادي الاهلي لغايه ما اخلص كوره ان شاء الله في مصر او بره مصر. دي نقطه مهمه قوي يا عمرو، اسمح لي اقف عندها. يعني اذا بنسمع عن بعض العروض اللي بتيجي لعمرو جمال من انديه كبيره داخل مصر، فبالتالي لما بيجي لك انديه كبيره ممكن تكون العروض مغريه شويه، معنى كلامك انك مش بتفكر غير حتى لو انت ما رجعتش للنادي الاهلي مع بدايه الموسم الجديد ان يبقى اسمك بس مرتبط برضه بالنادي الاهلي، وده معناه انك ممكن ترفض بعض هذه العروض الهامه والكبيره من الدوري المصري، صح كده؟ انا بتكلم صح؟ دي حقيقه يا امير. انا طبعا الفترة اللي فاتت كانت شهدت يعني عروض كتير من اماكن كتير قوي. تمام. لكن انا كنت يعني يعتبر كنت هادي جدا لان انا كان محتاج في الوقت ده طبعا انت اسمك يرتبط بالنادي الاهلي وانت خارج من النادي، مش هقول لك تضحيه منك ولا حاجه. لكن اللعيب دايما بيبقى وهو حتى في سن لسه في سن يسمح له انه يبقى موجود في نادي كبير ونادي جماهيري وبينافس في بطولات مش بيبقى اهداف، لكن انا الحمد لله وانا في النادي حققت حاجات كتير قوي والنادي كان ليه الفضل عليا ان انا اسمي يبقى موجود وعمر جمال يبقى موجود، فانا مش هعرف ان انا اخد اتجاه غير الاتجاه اللي جوايا او عكس الاتجاه اللي جوايا، ان انا مدين للفضل طبعا جوايا للنادي الاهلي.
دلوقتي يا امير بصراحه يعني انت شايف الحمد لله دلوقتي المنافسه في الدوري والمنافسه موجوده ما بين كل الانديه، دلوقتي في انديه كتير بتقدر عندها الامكانيات وتقدر تنافس وتقدر تشتغل، وخصوصا اقول لك عن نفسي عشت تجربه مع نادي طلائع الجيش الحمد لله، الواحد في سنتين وصل نهائي كاس، وصل نهائي سوبر، هيلعب سوبر مع النادي الاهلي، هيلعب كونفدراليه، فانت في المكان اللي انت بتروح له بتقدر تحط اهدافك وبتحققها من عن طريق وجودك في المكان، مش شرط انت هتروح فين عشان تقدر تحقق ايه او تعمل ايه، لكن كلام معقول. انا من عن طريق تجربتي حظي حلو جدا مع منظمه عسكريه كبيره، مع طبعا فني كابتن باسوني ومع العميد احمد المهدي، مع مجموعه لعيبه من الموجودين دلوقتي قدرنا نعمل شكل لينا كويس قوي ان احنا نوصل لنهائي الكاس ونلعب ماتش كبير قوي مع النادي الاهلي، قدرنا نوصل لنهائي السوبر مع النادي الاهلي ومعاد تاني مع بطوله ممكن تبقى موجوده، قدرت ان انت توصل تلعب في الكونفدراليه ودي اول مره في تاريخ نادي الجيش، فانت انت انت اللي اتوجدت ووجدت الحاجات دي، وجدت لنفسك الاهداف دي والحاجات دي، فاهم؟ فانت من عن طريق ان انت تبقى موجود في مكان منظم، مكان في اداره كويسه، في جهاز فني قوي، في مجموعه لعيبه كويسه، تقدر توجد كل الكلام ده. فانا بصراحه ده هيبقى الهدف والاتجاه بتاعي مع ارتباط اسمي مع النادي الاهلي ده في حاله عدم العوده للنادي الاهلي، ده الكلام ده في حاله عدم العوده للنادي الاهلي في الموسم طبعا الجديد. يعني في حاله عدم العوده هيبقى الاتجاه ان انا اشوف النادي اللي يتناسب مع طموحات، مع عمرو جمال، الاداره كويسه، المشروع كويس، اللي الناس بتفكر فيه كويس، واللي ما برضه ما يتخلصش مع ان انا ابقى موجود برضو باسمي وارتباطي باسمي مع النادي، هيبقى هو ده الاتجاه ليا. يعني انت من الاخر كده عمرو، عشان يبقى كلام بسيط بالنسبه للجمهور، عمرو جمال مش عايز يروح اي مكان يخسره جمهور الاهلي وتاريخه مع النادي الاهلي، صح كده؟ بالظبط. ده امر غايه في الاهميه. بالتالي يا عمرو انا عايز اتكلم معاك في بعض الجوانب الاخرى بتتعلق بعمر نفسه على المستوى الفني. ايه اللي فرق ما بين عمر السنه اللي فاتت مع طلائع الجيش وعمر السنه دي اللي هو يعني بينافس على لقب هداف الدوري وماشي بشكل ما شاء الله اكثر من ممتاز؟ والله يا امير انا دايما ما بحبش حته الظروف ما خدمتنيش، الحظ ما كانش معايا، يعني يمكن انا اقل حاجه من الناس اللي صريح مع نفسي، لكن انا فعلا اول مره ارمي يعني انا كنت ممكن ابقى جزء ان انا قصرت في حق نفسي السنه اللي فاتت، لكن انا الظروف كانت اقوى مني شويه السنه اللي فاتت، اعاره كانت اعاره ما تمتش في فوكسي، بعدين الوقت ما خدنيش ورجعت، كان ظروف التعاقد برضو كان فيها شويه مشاكل ان انت بتنهي علاقه لسه ما كنت بتبتديها، بعدين تدخل مع فرقه اول مره بتطلع في مصر وبره النادي الاهلي، فرقه جديده واجواء جديده وطموحات مختلفه، جهاز فني مختلف، لعيبه نوعيه لعيبه مختلفه، انا بلعب وانا 19 سنه في النادي الاهلي تمام بالظبط، فالامور كانت برضو ما فيش، ما كنت بعيد عن الماتشات، كنت قبلها مصاب بفتره، فده كله ما بعدين لما ابتديت بعد فتره كبيره ابتديت رجلي تبقى في الملعب وابتديت ان انا اخد 6-7 ماتشات ورا بعض وتبقى مستقره، دخلت امور الكورونا فرجعنا بعدها وبعدنا فتره، فانا بقول لك فعلا مين اللي انا مش محظوظ فيها السنه اللي فاتت، لكن السنه دي يمكن انا حطيت انا ابتديت بتفكير ذاتي من نفسي ان انا خلاص يعني نسيت اسمي شويه، انا اسمي لعيب في نادي طلائع الجيش، ولازم لازم لو انا فعلا لعيب ليا اسم وليا امكانيات كبيره لازم احقق مع الفرقه دي حاجه، لازم صح. اعمل حاجه مع الفرقه دي لان انا ما ينفعش ابقى موجود في مكان، الحمد لله انا في كل مكان اتواجدت فيه امير خدت بطوله بالظبط، انا رحت بيتفيست خدت بطوله ما خدوهاش طول حياتهم، وفي فنلندا برضو كذلك، في فنلندا خدت بطوله اللي هو نادي الجيش، كنت قريب جدا في كاس، لكن طبعا النادي الاهلي وان انت بتلعب برضه بطل القاره واقوى فرقه في افريقيا والامور وبتاع، برضه حاجه ان انت توصل للنهائي مع النادي الاهلي في بطولات ده في حد ذاته بطوله ان انت بطل، ان انت توصل للامور دي، انت النهارده بتلعب النادي الاهلي بامكانياته دي، وان في فرق في افريقيا مش قادره تقدر على النادي الاهلي وبتوصل معاها ضربات جزاء، فده انت بالظبط قد ايه انت بتقول ان انت كويس وانت تقدر وانت فعلا اشتغلت على نفسك كويس قوي الحمد لله، ده امر كان ملحوظ بشكل كبير يا عمرو خلال الموسم ده. انا ده هدف كنت لازم اقول للناس، لا انا هقدر اعمل حاجه للنادي ولنفسي مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده ومع الجهاز الفني اللي موجود، والحمد لله بشكل كبير ربنا سبحانه وتعالى كان يعني مقرر ان هو يقف جنبي، الظروف كانت كويسه، التوفيق كان كويس، فبتمنى ان انا انهي على شكل
نفس الشكل باذن الله اللي انا بداته السنه دي للماتشات الجايه باذن الله. اخيرا يا عمرو بشكل سريع جدا عايز منك رساله لجمهور النادي الاهلي يا عمرو قبل ما نختم. لا رساله جمهور الاهلي مبروك طبعا على البطوله الافريقيه وانا واحد من جمهور النادي الاهلي ومن ولاد النادي الاهلي. لو ما حالفنيش الحظ ابقى موجود في النادي الاهلي دايما اسمي هيبقى موجود في النادي الاهلي ومرتبط وابقى واحد من الناس اللي اسمها مرتبط مع جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي لاخر الحياه يعني. ان شاء الله باذن ربنا يوفقك يا عمرو واحد من اللعيبه المحترمه المميزه جدا. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه والقيمه. عمرو جمال احد نجوم الكره المصريه واحد ابرز المهاجمين هذا الموسم في بطوله الدوري المصري كان معنا على الهواء مباشره واتكلمنا معاه في عده جوانب وخدنا عناوين رئيسيه مهمه جدا بخصوص مستقبل عمرو جمال خلال الموسم الجديد. هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه. استنونا ترند الاهلي واخر الاخبار والتفاصيل اللي اتقالت على السوشيال ميديا بخصوص النادي. نبتدي بالحساب الرسمي للوطن الرياضي على فيسبوك اللي بيقولوا ان موسيماني يحسم موقف الشناوي من حراسه عرين الاهلي امام دجله. وهنا في متن الخبر يعني انا لما قريته قبل الحلقه قال لك ان موسيماني استقر خلاص ان الشناوي هو اللي هيلعب مباراه دجله. انا بقى بقول لحضراتكم الاكيد ان موسيماني حتى الان لم يستقر على الدفع بمحمد الشناوي ولا علي لطفي. بسبب ايه؟ بسبب ان الشناوي لسه واصل من 5-6 ساعات القاهره، فحالته البدنيه ايه؟ حالته الذهنيه ايه؟ الاجهاد موقفه ايه؟ ده هيتحدد بقى زي ما كان معانا مراسلنا العزيز محمد توفيق وقال لنا التفاصيل دي كمان لسه ما تمش فيها اتخاذ اي قرار بخصوصها. فهنشوف ايه اللي هيحصل. لسه لم يحسم موقف مين اللي هيلعب مباراه وادي دجله في مركز حراسه المرمى تحديدا او حتى موقف الخماسي المتبقي من المنتخب الاولمبي اللي كانوا مع الشناوي في اولمبياد طوكيو. خلينا كمان نروح لخبر اخر وهو من الاهرام وحسابه الرسمي على تويتر وبيقول ان ياسر ابراهيم يعوض غياب ايمن اشرف امام وادي دجله. احنا عارفين ان ايمن اشرف موقوف عشان خد الانذار الثالث فهيغيب عن مباراه وادي دجله الهامه جدا. عندك يعني اوبشنز كتير خيارات عديده. ياسر ابراهيم ممكن، عندك كمان رامي ربيعه مميز جدا جدا، الاثنين بصراحه عاملين موسم كويس حتى لو مش بيلعبوا اساسي بس لما بيشاركوا بتشوف ان هم مستواهم مميز جدا. عندك كمان محمود متولي اللي خد بعض الدقائق في المباراه الاخيره وكان مكسب من المكاسب المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. في كمان سعد سمير طبعا، سعد سمير احد اللاعبين اصحاب الخبره يعني، فاكيد دي رؤيه فنيه لمستر موسيماني هيحسمها خلال التدريبات. هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه. طيب خبر من اتحاد الكرة هو خبر مهم وبديهي في نفس الوقت يعني، بمناسبة انتهاء مهمة المنتخب الأولمبي بشكل رسمي. اتحاد الكرة يوجه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعد الفشل في أولمبياد طوكيو، أو مش عايزين نقول الفشل يعني حاولنا نعمل حاجة بس في ظروف بتتعلق بالجانب الفني الخاص بالجهاز الفني تحديدا هي اللي ما ساعدتش الفريق لأن احنا كان عندنا الإمكانيات بصراحة. فاتحاد الكرة قرر ان هو يوجه الشكر للجهاز الفني والاداري والطبي للمنتخب الاولمبي على ما قدموه خلال فتره عملهم التي تنتهي بنهايه الدوري الاولمبي، وخصوصا ان هم ما عندهمش اي مناسبات او اي حتى بطولات مقبله خلاص يعني. احاله التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق للاداره الفنيه لدراسته والاستفاده من التجربه. وثالث حاجه يتم صرف جميع المستحقات لافراد الفريق الاولمبي بعد يعني صدور التقرير الفني والاداري، واخر حاجه ارسال التقرير التفصيلي للجنه الاولمبيه المصريه في اقرب وقت ممكن. في كل الاحوال بنشكرهم كلهم سواء جهاز فني او لاعبين على الفتره دي وعلى يعني المشاركه الجيده الى حد ما في اولمبياد طوكيو. سريعا خليني اروح اخد تفاعل حضراتكم وكان السؤال بيتعلق بايه هو اغلى هدف او احلى هدف شفته القفشه في السنتين اللي فاتوا من ساعه ما انضم للنادي الاهلي. نبتدي بشاكر محمد واللي قال الهدف الاجمل والاغلى في حياتي وحياه كل اهلاوي نهائي افريقيا، الهدف ده غير او غير حياتنا كلنا والله. اكيد قصده على هدف ماتش الزمالك ان هو جاب برده قفشه في النهائي اللي فات في كايزر تشيفز. هبه الاباصيري قالت كمان هدف التسعه بتوقيت الاهلي الشهير بالقاضيه ممكن هو اهم هدف بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره واحلى هدف كمان. يعني اعتقد هو تقريبا كل
كل الإجابات هتكون في نفس الاختيار ده، هدف أفشة في مرمى نادي الزمالك في نهائي القرن، نهائي دوري أبطال أفريقيا. دي كانت إجابات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند. استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.